اهلا وسهلا. صوتي مسموع؟ كيف الحال؟ سعيدة جدا 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 بالحماس اللي اعطيتونا اياه اليوم. طبعا المبادرة كنا نشتغل عليها حوالي 3 أسابيع، اليوم أكثر يوم شفت الأثر على المجتمع. وبإذن الله أن بنكون مستمرين. فاليوم راح نتكلم على طريقتنا للاستمرارية اللي هي منصة منيع للأمن السيبراني. نبدأ بسيطة عن نفسي، أنا مريم الفضلي، طالبة علوم حاسب، مطورة تطبيقات، وسفيرة هواوي للطلب المطورين. قصة بسيطة بتكلم عن المخاطر الرقمية. أولاً أنا كنت بعرف مدى مستوى الوعي عند الأفراد، فأخذت رابط بسيط سواه لنا أخوي عبد الرحمن، كان يتكلم أنه جداً بسيط أن الشخص ينخدع برسالة. فكان في رابط ما يبين أي شيء، ما يبين أي موقع ولا وين بيدخلك، لما تدخله راح يبين لك أنك أنت دخلت موقع احتيال، تصير كل الشاشة خضراء ويقول لك انتبه لا تدخل أي موقع، تمام؟ فأنا قلت ترى بسيط أن نخدع الناس وبحركة بسيطة برسالة بسيطة. فرحت أول شيء جربته مع خواتي، كتبت لهم أنا حابة أطلع هالمطعم بكرة، وحطيت مع الرسالة هذا الرابط. أختي ما أخذت ثانية واحدة واحتلت عليها بهذا الرابط عشان أتأكد لكم أنه سهل. أنا ما قابلتها وجه لوجه، أنا سويتها أونلاين. فلما كلمت أصدقائي قالوا لي أصلا الموضوع صعب، يعني هي تثق فيك عشان كذا هي دخلت الرابط. فقلت هل تتحديني أجرب مع مجموعة أشخاص ما قد قابلتهم في حياتي؟ فرحت نشرت هذا الرابط على مستوى 10 جامعات حول المملكة، وقلت إن بكرة عندنا عطلة بسبب الأمطار، فقط هالجملة. دخل الرابط أكثر من 1000 شخص، نشروه حول المواقع، بعضهم حتى ما دخلوه. فهذه بعض من المخاطر الرقمية. في واحد من المخاطر الرقمية يعتبر سياسي، فكرته إنه يغير تفكير الناس ويقنعهم بفكرة سياسية قد تدمر البلد، وهذا هو اسمه الدباب الإلكتروني. كيف شفت بلدان عربية انقلبت فوق تحت بسبب رسائل في الإنترنت تكون سببها مجموعة إرهابية تنشر إشاعة أو فكرة خطرة على المجتمع؟ مثلا احنا نبغى نقلب على الحكومة بسبب قلة الرواتب، بعض الدول انقلبت فوق تحت بسبب هذا الهجوم السياسي. النوع الثاني هو لما تصير أتاك سيبراني على منصة رقمية، نتكلم مثلا عن الانستغرام أو عن الفيسبوك. عام 2017 تم اختراق منصة الفيسبوك، يعني أي شخص كان عنده حساب في الفيسبوك قبل سنة 2017 اعرفوا أن كل بياناتكم قدها انتشرت وتنباع في السوق السوداء. الحين في بعض المواقع تبين لكم إذا الباسورد حقكم قد انتشر أو انباع أو زي كذا. هل قد جاتكم مكالمة أو رسالة من شخص نصاب؟ إذا قد جاتكم ارفعوا يدكم. بعضنا تجيهم المكالمات أكثر من 5 مرات في الأسبوع، هذه معناها أن أنتم رقمكم أو الباسورد حقكم قد انتشر في السوق السوداء ينباع. الشيء الثالث اللي نفس فكرتنا اللي احنا سويناها الاحتيال البسيط، انا اخذ واعطي منك بيانات. لما انا قلت لك اسولف معك قبل فتره سوينا في نادي هواوي ورشه تتكلم عن الهندسه الاجتماعيه، واحده من الاشياء اللي سويناها قلنا بنلعب معكم لعبه، واعطيناهم لسته ايام وكل يوم نعطيها صفه وكل شهر نعطيه حيوان. فكنت اقول لهم طيب اختاروا الشهر حقكم، الاسد، الثعلب، الحيه، وتأبر، كانت على الشهور، فأنت اختار الشهر وتختار اليوم. بعضهم كان يقول لي أنا اسمي الأسد المحتال، بعدين أنا أشوف اللستة، الأسد شهر 2، المحتال يوم 18، إيش طلع عندي؟ عرفت يوم ميلادهم. ممكن تشوفون هذه اللعبة أمر بسيط، لكن في الغالب الشطار من السايبر سكيورتي يستخدمونها على أساس يجمعون منكم بيانات. فأبداً لا تستهينون بأي معلومة تنشرونها أونلاين. حالياً عندنا احنا حرب سيبرانية، ممكن أي شخص هنا يقدر يعرفنا إيش هي الحرب السيبرانية ومن هم أكثر دولتين في العالم مشهورين بالحرب اللي بينهم؟ اللي هنا صحيح، أكثر دولتين في العالم تتعرض الهجمات السيبرانية أو الحرب السيبرانية هم روسيا وأمريكا. هدفهم من هذه الحرب أنهم يجمعون بعض البيانات. مثلاً
لما نتكلم أن الدولة هذه عندها مفاعل نووي، أنا أحياناً ما أبغى أشغل المفاعل النووي، أنا بس أبغى أعرف كيف سووه، فرح أطلق عليهم مجموعة من الهجمات السيبرانية أقدر أسحب البيانات، أو أطلق مجموعة من الهجمات السيبرانية أحساس ببساطة أقدر أشغل المفاعل النووي ويضرب في مكانهم. واحدة من الحروب السيبرانية اللي موجودة عندنا الحين مستهدفين شركة أرامكو، وأتوقع قد شفتوا منها أمثلة كثيرة. شركة أرامكو قبل كم سنة حصل انفجار عندهم ضخم مرة في منطقة بقيق، كان السبب إن كان فيه هاكينج أو اختراق أمني. ببساطة يدخلون داخل الشبكة، يتحكمون بمستوى الهيدروجين، يتحكمون بمستوى الحرارة لدرجة ما يعني تنفجر هذه المفاعلات أو الآلات. فكرة الحرب السيبرانية أنهم يستهدفون الدولة والبنية التحتية حقتها أساس يسرقون البيانات الأساسية أو يخربون الدولة. في السعودية عندنا هيئة الأمن السيبراني أطلقتها الهيئة الملكية، يتصدون لأكثر من 2200 هجمة إلكترونية يومياً، ما أتكلم سنوياً، يومياً فيهم أكثر من 2200 ولا هي بسيطة. أكثر فئة مستهدفة من المجتمع هي الشركات، تقريباً 62% من الشركات السعودية قد تعرضت لهجمة إلكترونية وأغلبها بالهندسة الاجتماعية. قصة بسيطة، كان في أحد الشركات الأمريكية شخص في لينكدين وقاموا يتواصلون معه بعض المخترقين، 3 مخترقين فقط لمدة 2 سنين، يتواصلون معه يخدمنا رسائل يكلمونا لما صار أصحاب، وكان يقولوا إحنا عندنا شركة كبيرة ولما ندخلك عندنا نعطيك منصب قيادي. فصار بوقت يتساهل في الموضوع، يعطيهم معلومات عن الشركة حقتهم، لين ما قدر يسجل حسابه وعطاهم البيانات ودخلوا اخترقوا كمبيوتر الشركة. كانت الشركة شركة غاز، فأدوا إلى إتلاف كل الغاز ذاك العام. ممكن الهاك الواحد ما يأخذ يوم ولا يأخذ شهر، يأخذ سنوات. فهذا الهاكينج، هذا النوع من الهاكينج أخذ 2 سنين، واستخدم أسلوب الهندسة الاجتماعية اللي هو كسبوا الثقة على أساس يقدرون يدخلون الشركة. السعودية تكفلت خسائر بأكثر من 30 مليار ريال سعودي، كلها بسبب الهجمات الإلكترونية اللي جاتنا، سواء إذا هم دمروا اقتصاد أو إذا هم سرقوا فلوس من الاحتيال. لذلك احنا قررنا نصنع منصة نعيم، وهي منصة نحن نطمح أن أنتم تكونون جزء منها. هدفها أن احنا نكون أو ننشئ محتوى سيبراني باللغة العربية، وأبطال هذه المبادرة هم أنتم الطلاب. أهدافنا لهذا العام أن ننتشر حول المملكة في 8 جامعات ونطلقها ب3 لغات، نخدم اللغة العربية والإنجليزية واللغة الهندية لأنها ثالث أكثر لغة موجودة في المملكة العربية السعودية. الفئات اللي راح نخدمها هم الطلبة، الموظفين والأطفال. كيف ممكن منصة منيع تسبب أثر داخل المجتمع؟ أولاً راح تكون مبادرة تدعم كل الجامعات السعودية بحيث أنهم يكونون محتوى رقمي سيبراني، وتكون المنصة مطورة من قبل الطلاب. الشيء الأخير أن راح نعلم الطلبة كيف يكونون أحرص وينشرون الوعي السيبراني حول المملكة. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.